يعيش مستعملو الطريق البلدي العابر لحي عين شهود والذي يربط الطريق الوطني رقم 44 بالطريق الولائي رقم 56 في بلدية سيدي عمار ولاية عنابة كابوسا يؤرق حياتهم اليومية، وذلك بسبب اهتراء الطريق وتحوله إلى جداول وبرك مائية. المراسلة لجمليتي. هو جحيم ومعاناة يومية يعيشها أصحاب المركبات والشاحنات من مستعملي الطريق البلدي العابر من حي عين شهود الرابط بين طريق 44 و56 لبلدية سيدي عمار ولاية عنابة، ما جعلهم يناشدون السلطات بالتدخل العاجل لإعادة تهيئة الطرقات المهترئة. نطلب من السلطات بس تشوف الاعتبار للطريق ذات عين شهود، وراه منحي نزه كبير على طريق تاع الطريق الكبير تاع سيدي عمار من هنا ويجي هذاك الطريق هذا يجي حتى للكهراج يدير قسنطينة يدير الطرق الكل، ماذا بينا يزوروها ويشوفوها بعينيه. إلا كان تقطع عندهم الحق ويشوفوا الشاحنات والعربات حتى السياحية تاع الناس اللي قاعدين يعديوا من هنا راهم في معاناة كبيرة. نعديوا من هنا 4-5 خطرات في النهار طالعين هابطين من هنا، أقسم بالله لي لام تاع الكاميون فز دوام لافينيات، لافينيات شيتا جديدة أوسي. هاي لافينيا خلصة جديدة، الطريق في حالة كيمك عندها منعرف قدام سنوات الطريق كيمك عندها فايت 5 سنين مقروطين كل لام تاعنا وكل 3-4 شهور نبدلوا حياة جدد. وكنت شباب انا تكتشف كاميونات عميلة عجنب بكا كسروا كل ونطلبوا منهم يخدمونا يسقمونا الطريق بركة ربي يحفظهم ان شاء الله. 2 كيلومتر كيما هكذا مش مقادرين يخدموها، الحفرة قد البير فهمتني، تلموا هذه قصة ملاحة نهربوا على سيركيلاسيون البلاد وبيجي نفوتوا من هنا، وهناك تشوف الحفر زي ما تشوف الماء دنيا مكسرة دودانات واحدة فيها مترة، والله خسارة تمشي حتى بسكلات الطريق هذه، والله العظيم خسارة تمشي حتى حفية طوموبيلات يعني دق دق هنا في الطرق هذه. ما يجيونا لا لي بيس لا طوموبيلات حتى طوموبيل تاع فروه داري يقول لك اخويا ما نجيبش نعدي البلاصة هذه. الطريق مكسرة الفروه دار يقول لك ما نديكمش لا جا. واحد الليل واحد جورنالي يدي 50-100 في النهار يقول لك نجيبك 30-40 الف وش حدي له وش يوكل العائله تاع. وعلى اثر التذمر من وضعيه الطرقات اكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلديه سيدي عمار ان اشغال اعاده تهيئه الطرقات ستنطلق خلال الايام القادمه. يخص الطريق البلدي الذي يربط الطريق الوطني رقم 44 والطريق الولائي 56 والعابر بمنطقه عين شهود، فإن بلدية سيدي عمار قامت بتسجيل هذا التاريخ ضمن المشاريع القطاعية والتي سوف تنطلق الأشغال بها الشهر المقبل بحول الله. حي عين شهود بعنابة ما هو إلا عينة من معاناة الشعب الجزائري وقاطنو مناطق الظل عبر مختلف ولايات الوطن، فهل تلقى أصواتهم آذانا صاغية يا ترى؟